بحضور كما العادة كل سنة بالنسبة لمعرض الكتاب. أنني منذ كنت في الدراسة وداك الشيء عندي واحد الاهتمام بالقراءة ومتابعة الكتب وخصوصا الجديد منها. الآن أنا جيت لهنايا باش ناخذ فكرة أولا على الجديد المعروض خلال هذه الدورة هذه، وأيضا اقتناء ما يمكن من الأشياء الجديدة على مستوى خصوصا الرواية اللي هي أنا عزيز عليا بزاف. داكوغ، ألوغ الاهتمامات ديالك ماشي غير في الرياضة، عندك اهتمامات في الأدب. كنظن أنه من الغرابة في بعض الأحيان كتلقى الإنسان كيف ميدان رياضي، هذا شيء، ولكن على مستوى الاهتمام ديالو على مستوى التوجه الدراسي، أنا كنت أدبي أولا، إذا ملي في الصحافة كذلك كان عندي هذا الميول للصحافة المكتوبة وخصوصا ما يهم الرواية ما يهم الكتابة وداك الشيء. إذا في نهاية المطاف الكرة كتبقى طريقة عمل، ولكن ما كتتخلاش على بعض العادات اللي كنعتبرها عادات جيدة وللأسف اللي بدات الآن كتقلص أو كتنتظر على مستوى الشباب الآن، واللي كنصحهم أنه أنا أقول أن البلية بهذا المعنى ديال القراءة هي شيء جميل جدا، وما يمكن الإنسان يحسن الأسلوب دياله ويكون الأسلوب دياله جميل لا بالفرنسية ولا العربية بدون قراءة وبدون متابعة للكتب، وخا الإنترنت هي اللي ولات شغل الناس في هذا الوقت هذا.